السلام عليكم اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. صراحه اليوم الجو كما كتشوفوا الشتاء. ايوا الحمد لله على كل حال. صراحه واحد الجو زوين بزاف. ايوا المهم كنت طليت هكا على الدراري وصافي، راكم عارفين كنخليهم يلعبوا شويه على الباب، ولكن كنخاف ما يشوف الطريق ولا شي حاجه. المهم كنطلع عليهم مره. ايوا انا هي راحنا في الكوزينه، وبديت لكم يعني من العشيه، ماشي من الصباح، من العشيه هذا الفيديو. هنايا كنوجدوا شويه ديال الحريره انا والوالده ديالي. حريره عاديه، يعني البنات العاديه التقليديه كما كتعرفوا، اللي فيها الربيع والقصبور وداك الشيء، الخضره كامله. المهم كنديروا شويه من الحاجه. ايوا صافي، وانا غادي ندوز نقطع شويه ديال اللحم باش توحشت البنات. كما كتعرفوا راه حنا عيدنا هنايا، ما درناش شويه يعني على الطريقه التقليديه على الفاخر وداك الشيء. المهم توحشت ديك الريحه ديال الفاخر وداك الشيء. المهم غندوز نقطع شويه ديال كما قلت لكم ديال اللحم. المهم غنشرملو، وموراها غادي ان شاء الله غادي نديرو شويه ديال الخبز. ايوا موراها عاود غنديرو شويه ديال الكيكه، وحنا هنايا غير كنخبزو صافي في الدار مع هاد البرد. كيقول لك خاطرك غير ماكله وصافي، غير خبز وخبز راك تما صافي. المهم ايوا هادشي ما كاين البنات، غنديرو الوقيته ديال الكوزينه وصافي، الدار والكوزينه وصافي والشهيوات. ايوا كاع داكشي اللي كان في خاطري الصراحه درناه انا والوالده ديالي، الله يخليها ليا والله يخليكم الوالدين ديالكم كاملين. المهم غادي نخليكم مع هاد اللقطات ونرجعوا ان شاء الله. يمي غلا الدنيا واصدق عاطفة بالكون، وتفى حظي يحضني واكبر قلبي حويني، انا بج دنيتي جنة وبسماتك مطر ومزون، وضحكتك ربيع اخضر زهورة فتحت فيني. إذا شفتك أرد ليا صباحا بالفرح مسكون، وإذا غبتي على عيوني يغيب النور عن عيني، عشقتك والهوى طفل ربى في خافقي المفتون، كبر هذا الطفل وصباح غرامة يسبق سنيني. أنا يمي أنا يمي ترى ما فيك مهما يكون، جبرك دين في عمري وربي فيك موصيني، ومهما عشت لك وافي بظل الوافي المديون، لألك روح في قلبي ودم في شراييني. يما يا غلا الدنيا. الدنيا وأصدق عاطفة بالكون، وتفى حظي يحضني وأكبر قلبي حويني، أنا بج دنيتي جنة وبسماتك مطر ومزون، وضحكتك ربيع أخضر زهورة فتحت فيني. إذا شفتك أرد ليا صباحا بالفرح مسكون، وإذا غبتي على عيوني
يغيب النور عن عيني عشقتك والهوى طفل ربا في خافق المفتون كبر هذا الطفل وصباح غرامة يسبق سنيني أنا يمي أنا يمي ترى ما فيك مهما يكون جبلك دين في عمري وربي فيك موصيني ومهما عشت لك وافي بظل الوافي المديون لأنك روح في قلبي ودم في شراييني يما يا غلا الدنيا الدنيا وأصدق عاطفة بالكون وادفى حظني حظني وأكبر قلبي حويني أنا بج دنيتي جنة وبسماتك مطر ومزون وضحكتك ربيع خضر زهورة فتحت فيني إذا شفتك أرى الدنيا صباحا بالفرح مسكون وإذا غبتي على عيوني يغيب النور عن عيني عشقتك والهوى طفل ربا في خافق المفتون كبر هذا الطفل وصباح غرامة يسبق سنيني أنا يمي أنا يمي ترى ما فيك مهما يكون جبلك دين في عمري وربي فيك موصيني ومهما عشت لك وافي بظل الوافي المديون لأنك روح في قلبي ودم في شراييني يما يا غلا الدنيا هنا البنات من بعد ما شرملت اللحم دزت باش نطحن الخضرة يعني الحريرة مهم كان وجدوا الحريرة ومن بعد كما قلت لكم غادي ندوزو باش نخبزو الخبز نخبزو مهم اديش عليا شي مرة تركت مشي لي الهضرة مهم هنا غادي نطحن الخضرة ديالي وصافي وغادي تشوفوا معايا الخبز يعني درت الخبز يعني العادي اللي كنديرو دائما على المقلاة وهذا هو الخبز ديالنا مهم غادي تشوفوا معايا غادي نطيبو مهم البنات كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو ونكون خفيفة وظريفة على قلوبكم ونستناو الفيديو الجاي ان شاء الله مهم انا صورت لكم جمعت لكم بعض اللقطات سمحوا لي البنات ما كنصورش يعني المراحل فاش كنطيبوا شي حاجه ولا كنوجدوها حيت هاد التليفون صراحه عصبني بزاف كيعمر لي كل دقيقه كيعمر كنصور شويه من التليفون ديالي شويه من التليفون ديال الام ديالي ايوا المهم حتى كنكمل يعني اللقطات اللي بغيتو صافي ما كيصوروش بزاف يعني دغيا كيعمروا كتعرفوا التليفون دغيا كيعمروا مهم قبلوا عليا وصافي المهم هذا الخبز راني كنت شاركته معكم هذا هو الخبز المعتاد عندي بالقمح وصافي والحريره العاديه يعني قلت لكم الحريره العاديه وصافي ويعني ما درنا شي حاجه يعني ودرنا الكيكه كيكه ديال الوالده هذيك هي اللي كديرها المهم غادي تشوفوا مع الكيكه العاديه ديال الام ديالي مهم
يعني عادي وصافي كما قلت لكم وصافي، هذا ما كاين. وغادي تشوفوا معايا هذه الحريره ديالنا والشبكيه، وما يعني كاينين غير انا والوالده ديالي. ايوا المهم البنات سمحوا لي كنقول المهم، المهم بزاف حيت كتلف لي الهضره كنلصق ديك المهم كتجيني سهله. ايوا هانتوما غادي تشوفوا معايا الكيكه ديال الام ديالي، صراحه هذه هي الكيكه ديالها المعتاده، ودرناها في يعني في الفران ديال الغاز ماشي في الفران الكهربائي. مهم هذا هو، غادي يعني غادي تزينو غير بالكونفيتير وهذاك والكايطاس كما كتشوفوا راه تما عادي وصافي، يعني الكيكه العاديه يعني ديال العائله. مهم ولكن كتخرج زوين الصراحه. ايوا هذا ما كاين البنات، غادي نخليكم دابا غادي نوقف معكم، وكنتمنى يعجبكم كما قلت لكم هذا الفيديو هذا وتشجعوني، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. تبقوا على خير. يمي غلا الدنيا وأصدق عاطفة بالكون، وادفى حظي حظني وأكبر قلبي حويني، أنا بج دنيتي جنة وبسماتك مطر ومزون، وضحكتك ربيع خضر زهورة فتحت فيني. إذا شفتك أرد ليا صباحا بالفرح مسكون، وإذا غبتي على عيوني يغيب النور عن عيني، عشقتك والهوى طفل ربى في خافقي المفتون، كبر هذا الطفل وصباح غرامة يسبق سنيني. أنا يومي أنا يومي غلا الدنيا